هل يصح أن نقسم القدر للإنسان إلى قدر أزلي وقدر عمري وتقدير يومي وحولي؟ نعم، هذا معروف، تقدير الأزلي هذا اللي في اللوح المحفوظ، وأما التقادير الأخرى تقدير العمري اللي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه هذا عمري، تقدير الحولي هذا الذي يكتب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، التقدير اليومي هذا الذي يقدر في اليوم من أعمال اليوم، قال تعالى كل يوم هو في شأن، وهي كلها ترجع إلى القدر السابق، تفاصيل، هي تفاصيل للقدر السابق. نعم.